اهلا بكم من جديد. سريعا لفقره التحليل على الشاشه على التاتش سكرين مع الكابتن احمد حسن. اتفضل يا كابتن احمد. طيب اضحك عليا بيبو. طيب خليك بتضحك عليا بيبو صحيح؟ ايه؟ بتضحك عليا بيبو. هقول لك ان شاء الله في الفاصل. في الفاصل. ماشي خلينا يعني دلوقتي احنا عندنا مباراه الاهلي والداخليه وكاب فاروق قال حاجه مهمه، استمرار لنجاحات النادي الاهلي وانتصارات النادي الاهلي، فبيسعى النادي الاهلي طبعا ان هو يكمل نفس الشكل ونفس الانتصار. رغم في لعيبه ممكن مؤثره بتغيب عن النادي الاهلي الا ان ما بنحسش ده في الملعب والناس بتادي بشكل كويس. كابتن حسام محافظ على تشكيله ومحافظ على ثبات التشكيل الا لو حصلت اي ظروف طبعا بالنسبه لقلب الدفاع، فهو هنا بيحصل نوع من انواع التغييرات، ممكن محمد هاني بيدخل اوقات، احمد فتحي دخل، ايمن اشرف اوقات برضه دخل، خلاص يعني هو اكبر في المكان ده لان سعد سميه ورامي ولاعيبه كتير كانت مصابين، ولكن الجزء الامامي النادي الاهلي اعتقد ان هو مثبت تشكيله وبيأدي بشكل جيد. طيب خلينا كابتن زكريا قال جزئيه مهمه وانا عايز يبقى في نقاش لان خلاص احنا عرفنا شكل النادي الاهلي يا كابتن زكريا وعرفنا بيبو اداء النادي الاهلي، فخلاص احنا مش هنقعد كل شويه نقول النادي الاهلي هيشتغل ازاي النادي هيشتغل ازاي، فعايزين يبقى في نقاش حتى الناس تبقى حاسه واحنا بنتكلم النادي الاهلي هيواجه الداخليه ازاي. الداخليه النهارده هيصعب المباراه على الاهلي ان هو هيقفل طبعا لان كابتن فاروق قال الداخليه بيلعب 9-1 فهيقفل طبعا مناطق الخطوره كلها على النادي الاهلي. النادي الاهلي هيقدر يتغلب على ده ازاي؟ ده بقى اللي هنشوفه من خلال الملعب، ان لازم احمد فتحي يشتغل هنا. وليد طبعا بطبيعته هنا طبعا وليد بيلعب النهارده مكان احمد حمودي لان احمد حمودي كان ادى بشكل كويس ولكن من الواضح ان هو غير محظوظ حتى لما ادى جاب هدف ولكن خرج مصاب. النهارده وليد طبعا بيقدر يؤدي في الشكل ده بشكل كويس، هو وليد عنده الحته دي بيشتغلها كويس، عنده هنا برده بيشتغل بشكل كويس. من اللعيبه اللي حافظه شكل وطريقه اداء النادي الاهلي. لما نيجي نبص المشكله كلها او الموضوع كله هيتكلم في مين؟ هنتكلم هنا في صلاح محسن. ولعيب جيد طبعا ولعيب كويس ولعيب مستقبل للنادي الاهلي ومستقبل كمان لمنتخب مصر، ولكن هو لسه ما خدش على طريقه وشكل اداء النادي الاهلي، لسه ما اتعودش. هتلاقيه دايما هو بيتواجد هنا جنب وليد ازار ولكن ما بيشتغلش زي باللمة الكازية اللي احنا دايما كنا بنشوفها مع عبد الله السعيد، مع مؤمن، مع وليد، حتى اسلام محايب، حتى احمد الشيخ لما كان بيبقى موجود. فبيشتغلوا التلاتة بيعرفوا يشتغلوا ازاي، انما هو عنده سرعات قوية جدا وعنده ميزة ان هو طبعا بيدخل جوه ال 18 لان هو بطبعه لعيب هداف، ولكن ما دخلش لسه تحس ان هو بيشتغل بنفس طريقة النادي الاهلي. انما طبعا لعيب مهم ولعيب مؤثر، واعتقد ان هو لما يبدا يدخل مع المنظومه ويبدا يدخل مع اللعيبه هنشوفه بشكل مختلف. هنا اجاي بيأدي الدور بشكل كويس ولكن لما بيشتغل على طرف من الاطراف طبعا بيبقى افضل بكتير، يعني لما بيكون هنا طبعا وبيبدا يدخل لجوه هو بيبقى اخطر بكتير، وده اشار ليه الكابتن زكريا ان هو ما بيقدرش يقوم بالدور عبد الله السعيد بالشكل اللي هو النموذج اللي بيقوم بيه عبد الله السعيد، انما بيأدي ولعيب طبعا مهم ولعيب ايجابي على المرمى وبيقدر ان هو يصنع اهداف وفي نفس الوقت كمان يحرز اهداف، فلعيب طبعا من اللعيبه المميزين. السوليه بيشتغل طبعا، هو بيكمل عنده بقى عنده الجزء اللي هو التكمله اللي هو بيبقى موجود. علي معلول عليه دور كبير لان علي معلول طبعا من الجبهات المهمه في النادي الاهلي، ولكن علي بقى له كام ماتش مش هو اللي احنا دايما متعودين أحمد عليه. احمد اتفضل يا كابتن. عايزين نركز مع عمرو السوليه. تمام. دوره ايه النهارده في عدم وجود عبد الله السعيد؟ هو دوره طبعا ممكن يكون هنا كصانع العاب لنص الملعب. وعنده ايجابيه كمان يا كابتن ان هو دلوقتي بقى عنده ان هو بيزيد. جراءه. الحاجه الثانيه كمان ان هو كابتن بقى عنده كمان هو عنده ميزه الشوتنج كويس، كان في النادي الاسماعيلي دايما بيشوط كتير ولكن دلوقتي ما بيعملهاش كتير، ولكن الموبايل الاخير شوط. طيب لو حد عنده اي سؤال عشان احنا قدامنا دي اتفضل. طيب اتفضل سريع. سريع. كابتن احمد الماتش اللي فات شفنا الشوط الاول اجاي كان بعيد جدا عن المنطقه الهجوميه بتاعت النادي الاهلي، فبالتالي كان مقلل الناحيه الهجوميه للنادي الاهلي. الشوط الثاني حصل ان هو دخل زاد في الناحيه الاماميه وبالذات كمان لما نزل وليد سليمان ونزل اسلام محل. هل النهارده كابتن حسام هيقول لاجاي خليك في الناحيه الاماميه اكتر ولا هتشوف اجاي برضو مأخر اللعب النهارده بالنسبه للنادي الاهلي؟
طيب اتفضل يا كابتن. الاجابه في سؤال كابتن فاروق ودور السوليه، لان جاي المفروض بيقرب والسوليه هو اللي بيزق يزق لقدام، وبالتالي حسام عاشور بيبقى قصاد نجيب وسعد سمير. الماتش النهارده الاداء الكلاسيكي مش هينفع النادي الاهلي، لازم يبقى فيه سرعه في الريتم، التمريرات تبقى دقيقة جدا عشان توصل للكرة العرضية. لكن الأهم يا أحمد، ودي في رأيي يعني، إن إزاي الأهلي يستخلص عشان يعمل هجمة مرتدة ويبقوا هم أوت أوف بالانس، يقوم يقدر الأهلي يبقى عنده دي جزء دي ثغرات. دي جزئية مهمة، لو الداخلية فعلا حاول يهاجم، إنما فعلا اللي هو يستخلص بسرعة، لأن هم بيبقوا طبعا أوت أوف بوزيشن، فبالتالي يقدر إن هو يلاقي مجال إن هو يشتغل فيه. ولكن السولية هنا بيبقى عنده حاجة، طول ما حسام عاشور يا كابتن موجود هنا هو بيسهل لكل الناس اللي قدامه، لان هو بيقدر يقوم بالدور ده بشكل جيد. فبالتالي عمرو السوليه كمان هيبقى عنده الجراءه التكميليه، زائد ان لو عمرو يشتغل في الحته دي فعلا زي ما قال الكابتن فاروق، ان جاي هيبقى عنده حريه هنا، والرد على بيبو اللي بيقوله ان جاي هياخد حريه ان هو يشتغل بشكل جيد قدام. انت اسبوع عمال تشاور لي، هم ما قالوليش انا المفروض انا شغال مع الناس. قالوا لي انا، قالوا لي انا، معلش هنرجع نستفيد تاني. شكرا كابتن احمد حسن، شكرا. هم مدينك البتاع ده ليه فاروق جعفر؟ شكرا كابتن زكريا. كابتن